طيب السلام عليكم. الحصة اليوم راح نستكمل فيها موضوع تشابتر 7 كاونترز. راح نشوف عندنا السينكرونايز كاونتر، كان تذكرون خذينا بالسينكرونايز كاونترز. راح ناخذ نوع جديد اللي هو موديلو، راح ناخذ بي سي دي كاونتر، وبعدين راح نخلص تشابتر 7 عند هالنقطة. 7 اش 710 و 711 راح نخلصهم اليوم ان شاء الله، وبعدين راح نقفز قفزه الى تشابتر 8، ناخذ اول تو سكشنز او 1 سكشن يعني عشان نكون شو اسمه دقيقين، اللي هو ستيت دياجرام. فهاي خطتنا، هاي الريسيبي مالتنا حق اليوم. اوكي، هذا المنيو مالنا حق اليوم. الحين نبي نفتح الكتاب مع بعض. اوكي، انت وين توقفنا الحصة اللي فاتت؟ سينكرونايز، اوكي سينكرونايز كاونترز. انزين، الاي سينكرونس كاونتر، بس عشان راجع معلوماتنا، الاي سينكرونس كاونتر خذينا نوعين، نوع والكاونت فروم زيرو اب تو وات ايفر نمبرز. How high can an asynchronous counter count to? How high? من يجاوبني؟ يعني صفر واحد اثنين لوين؟ Yes غادة. Depends. Yes. Depends on what? Number of flip flops I'm putting. فإذا حطيت ثلاثة flip flops it will count up to seven. إذا حطيت خمسة flip flops it will count up to 2 to the 5, 257 and so on 256. And then countdown counters was made using this image here. ايش سوينا؟ 7 6 5 4 3 2 1. شوفوا ربطناها وين؟ ربطناها مع الكيو مو مع الكيو برايم. هذا asynchronous للحين، asynchronous. اوكي، هذه كانت بالsynchronous كذي، كان لما يلف الواحد يعني ينزل الصفر كان يشغل اللي وراه. لما ينزل الصفر تذكرون، قاعد اذكركم الحين، انا ماكو شيء جديد، ماكو شيء جديد، ماشي. هذا asynchronous. asynchronous يعني not synchronized. اي نحط قدامها اي سينكرونس، اوكي، يعني غير متزامن، ماشي. الغير متزامن بس فليب فلوبايه واحده متزامنه، اي واحده؟ الاولى، اللي تكون التايمر موجود على التايمر مالها هي سينكرونايزد يعني مع التايم شغاله. الثانيين مو مع التايم شغالين مع شيء ثاني قاعد يشغلهم. وشفنا شنو عيوبها، ان البطء عدل، واذا كان عندي كاونتر طويل 64 بت لازم انطر كلهم يتفاعلون خلال التايم. فعشان شي دخلنا على الشيء الثاني اللي هو النقطة اللي بعدها، السينكرونس كاونتر. وشفنا السينكرونس كاونتر، تابعنا الجدول شلون يتغير، كان تذكرون ها، وشفنا السيكونس هذا يولد لي شيء، فقلنا اوكي خلينا نثبت هذا، وحطيناهم كذي اند جيت. تذكرون هالكلام؟ تذكرون؟ زين، شكرا. وبعدين خلصنا الموضوع عند هذا النقطة. اليوم راح نبدي من هني، وبين قلنا لكم دي فليب فلوب امبلمنتيشن خليناها كاكسترنال ريدر حقكم تشوفون. ريسيت سينكرونايزيشن، الريسيت وذ بارلل لود، هذه نقطة مهمة. احيانا يكون عندنا الكاونتر ابي يبدي من مكان محدد، مكان معين. شلون يعني؟ يعني لما يكون عندي الكاونتر يبدي مثلا دائما من صفر، او تخيلوا لما تكون عندكم ستوب واتش تبون تضبطونها، شلون لما واحد يسوي مثلا كاونت داون، ها؟ يضبط عند وقت محدد وين ينزل لتحت، او يبي يبدي مثلا من مكان محدد ويكمل لقدام. هذا عادة الرياضيين مثلا يشوف اللاب الواحد كم ياخذ بعدين يوقف،
بعدين نشوف اللاب الثاني بدا من هنا. وات ايفر ذا امبلمنتيشن از يو نيد تو هاف ا كاونتر ذات ويل ستارت فروم ا سبيسيفيك نمبر. اوكي، فسوينا الدائره بالشكل هذا. شوفوا هذيل الفليب فلوبس اللي طبعا رسمناهم، المفروض نلف الصوره بس لا رسمناهم كذي حتى يصير في مجال نكتب هذيل. هذيل كبر شوي، كبر بعد. هذا نفس اللي بالسكشن اللي مساع، شوفوا Q0 Q0 اتس فليب فلوب، هذا الاوتبوت مالها داش هني اند جيت، وبعدين هذا قاعد يغذي شنو؟ قاعد يغذي هني Q1، وبعدين هذا طالع داش باند جيت يغذي Q2، هلو مجر ماشي؟ هذه نفس اللي شفناها مساء. This is this counter synchronous ولا asynchronous؟ من يقول لي؟ شلون عرفنا؟ من التايمر. شوف كلهم التايم مالهم شغال مع بعض، شوفوا كلهم مع بعض مربوط هني. It's one clock. وبعدين حطينا شنو؟ ترى هذه بالضبط نفس اللي فوق synchronous اللي مع الاند جيت شفتوهم، بس رسمناها بالطول بدل بالعرض بس، وزدنا عليها شيء بشرحه الحين. شنو اللي زدنا؟ زدنا مالتيبلكسر يختار بين انه يمشي العمليه عاديه مثل ما هي جايه من الاند جيت ويكمل، او انه ياخذ الديز. شفتوا الديز هذيل؟ هذا الانبوت، هذيل بدخلهم بارلل انبوت، هذا الديتا. هذيل يمثلون العداد اللي انا ببدي منه، والله انا كيفي ببدي من رقم 5، فحطيني 1 0 1 الديز هذيل وادخلها مره واحده. شلون ادخلها؟ اكو تحت هني في شيء اسمه يا لود يا كاونتر عادي. اذا حطيت هني لود واحد، اذا لود هذا واحد معناته هني المالتيبلكسر بيختار هذه الدي، شفتوها؟ بيدخل الدي. ونفس الشيء المالتيبلكسر اللي فوق بيختار الدي، لان حطيت واحد انا هني بيختار الدي. يعني معناته شنو معناته تدخل الدي؟ معناته it will save it on top of the flip flops. فكل في flip flops parallel load على طول دخلوا. عرفتوا؟ فهمتوها؟ فانا الحين اعطيت امكانيه انه يا اقول له انت الحين في الوضع تبي اسوي لود حق رقم جديد، ولا الوضع انه تبي كاونتر. اذا قلت له كاونتر راح يختار صفر صفر، خلاص صار كنا هذا المالتيبلكسر مو موجود، بياخذ الانبوت من الاند جيت ويدخلها داخل هني، وهذا تطلع مره ثانيه تروح الاند جيت الثانيه وتدش مره ثانيه هني. الريبل هذا نفس اللي شفناه من فوق تونا بتاع راجعناه وياكم. فانا هني اتحكم اقول له ابي لود، اذا زيرو يعني مو لود فبيشتغل كاونتر عادي. والكلوك هذا مثل ما شفناه كلوك عادي، وعندنا بعدين فوق عندنا هذا الانيبلر انه تبي الكاونتر شغال ولا مو شغال. تذكرون انا حطيت لكم انه اذا ابي العداد واقف ما يشتغل احط هني زيرو، فهذا ما راح يدخل الاند جيت، راح تكون عطلانه فما راح يكمل، راح يوقف كل شيء. فهمتوا هذه؟ فهمتوها اكيد؟ زين. ندخل على نقطة ثانية. شفت اللوية هذه كلها؟ شفتوا هذه كلها؟ بحطها بصندوق أنظف شغلي. كل هاي اللوية بحطها داخل قوطي. ها؟ لا أي كير. بحطها بصندوق عشان أنظف أريح حق عيوني وأنظف شغلي. ونفس الاوتبوت شوفي عندي 4 ديز داشين، وعندي لود وعندي كلوك وعندي هني اوتبوت. ها هذا كله كاهو، هذا كله كاهو. شفتوا هذا الصندوق؟ هو نفس اللي فوقه، نفسه ما غيرت شيء، بس ابيكم تركزون. شوف عندي هني دي 1 دي 0 لدي 3، هذا الانبوت، وعندي انيبلر. تذكرون لما قلت لكم هذا انيبل داش على الاند جيت تذكرونه؟ وعندي كلوك كاهو الكلوك، وكان هذا الاوتبوت Q0 Q1 Q2. زين، فشنو داخل الصندوق هذا؟ كاونتر. شنو نوعه؟ بارلل لود. ات كاونتس فروم وير الى وير، من الصفر وطالع. انزين، انا الحين بستعمل هذا الصندوق الكاونتر ان بالف شيء جديد، بخلي كاونتر ما يعد له، ما هذا يعد له كم؟ 3 فليب فلوب يعد له 7، 4 فليب فلوب يعد له 16. هلو مجر؟ لا لا لا، انا ما ابي كذي.
انا ابيع 8 ل 5 كيفي زين، وبعد الخمسه ابي صفر 8 يعني 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 ابي كذي يعني. انا ابي كذي، عندي ابلكيشن وابي كاونتر يعد لي للخمسه ويرد يصفر مره ثانيه. شوفوا شلون اخليه يصفر بعد ما يعد الخمسه، اصفره انه اسوي بارلل لود اصفار، وهذا اللي تشوفونه هنا. شوفوا صفر 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 لودت اصفار، هذا معناته صفرت. شو معنى صفرنا؟ ان حطينا اصفار. زين متى نلود الاصفار؟ نلود ليه وصلنا الرقم خمسه. متى اوصل خمسه؟ لما الاوتبوت يكون شكله خمسه، واحد صفر واحد. يعني شنو؟ يعني هذه واحد وهذه واحد، لان هذا الموست سيجنفكنت الكيو 2 واللي سيجنفكنت كيو 0. يبي لي ماي ماشي. فشوفوا خذيت هالاثنين، لازم اثنينهم يصيرون واحد، فسويت اند بينهم كاهو ودخلت على اللود صح. فما راح يلود الا لما الاثنين هذين بواحد يعني خمسه. فلما يصير خمسه يصير لود على الاصفار يعني صفرت. سهله؟ شو تبون السبعه؟ لا للسبعه خلاص اوتوماتيك توصل لسبعه وتصفر من نفسها. لما السته انا معاك تبينها للسته، اخذ اي خطين اخر اثنين صح؟ ابيها للثلاثه شو اسوي؟ اول خطين شفت شلون؟ انزين بس واحد يمكن يقول صارت مع الطلبه كان ينجز يقول دكتور بس انا هني اذا خذيت صفر واثنين هذه تتضارب مع حاله ثانيه، السبعه فيها هني واحد وهني فيها واحد. اقول اصلا ما راح يوصل السبعه، ما راح يوصل لان من خمسه رجع صفر. لان بالفعل لو وصل سبعه الان هذه راح تشتغل مره ثانيه، لان واحد وواحد هني شغاله وفي واحد صدق هني اهملته بس شغاله. بس انا بقول له شو يوصلها السبعه اصلا؟ لان هي من الخمسه راح تتصفر. فهمتوا علي؟ زين فهذه بالسيف سايد تعطيه. وشوف التايم دايجرام هني، شوفوا شكله صفر واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة صفر وأهل المجر خلاص. انزين الحين هذا مع ريست. This is okay. This is another implementation with reset. Other type of counter. نبي ندرس الحين BCD counters. شفتوا شو تعرفوا شنو يعني بي سي دي؟ باينري كودد ديسيمال. شنو يعني؟ يعني لما اقول خمسه يا خمسه صح؟ لما اقول 15 تصير مو كذي، بي سي دي تصير كذي صح؟ وهذه تصير كذي صح؟ هذه بي سي دي غير كذي، غلط كلامي. ليش؟ ليش الخمسة بالبي سي دي تصير أربع خانات مو ثلاث؟ مع ثلاثة تكفيها. أيوة لأن إحنا قاعد لأن الديجيتس ديسيمال ديجيتس اسمها ديسيمال. الديسيمال توصل لكم؟ فلازم أنا أحجز مكان حقهم كلهم. عشان أحجز مكان حقهم كلهم محتاج أربع فليب فلوب مو ثلاثة. الثلاثة توصلني للسبعة، أربع فليب فلوب توصلني للست 16 بس انا ما احتاجهم كلهم. اها اذا استعمل منو؟ البارلل لود كاونتر واصفر عند التسعه، اصفر عند التسعه، لو وصلت التسعه صفرت. زين هذه سهله. فانا اقدر اسوي ديجيت واحده توصل من الصفر الى التسعه، اقدر اسويها. طيب ابي اسوي تو ديجيتس، ابي اسوي تو ديجيتس، فشو تصير؟ تصير بالشكل هذا. شوفوا هذه الأولى حق الديجيت الأولى، شوفوا حطيتها للسبعة، شوفوا هاي سبعة عفوا تسعة. التسعة عبارة عن واحد صفر صفر واحد عدل، وهاي تسعة ها. فالتسعة شو تسوي؟ شوفوا إذا هالاثنين توافجوا إنه صار واحد واحد معناته عندي رقم تسعة. التسعة شو تسوي لي؟ في أند جيت هني تقضبهم وأروح أسوي شنو؟ بارلل لود ألود شنو؟ أصفار، أنا بصفرها بصفر. الحين شيء ثاني لازم أسويه، لما يكون عندي خانة بي سي دي هذا وصل تسعة، الرقم اللي بعده كم؟ عشرة، يعني أبي تصير هني واحد وهني صفر.
بي سي دي هذه، يعني مش معناته هذه دبرناها، سوينا لنا بارلل كاونتر حق هذه، ابي بارلل كاونتر ثاني. البارلل كاونتر هذا ما راح يشتغل الا مره كل 9 مرات، هذا اشتغل 9 مرات يشتغل، يلا هذا اشتغل مره صح؟ وهذا اللي صاير هنا. شوف ايش سويت انا هنا. بعد 9 مرات، يعني لما هذا يوصل 9، الاند جيت هذه راح تسوي شيئين. الشيء الاول تروح تصفر الاولاني مثل ما شفنا بساعة. الشيء الثاني كاهو، شوفوا مو افترقوا هذيل. ها الشيء الثاني دخلته على انيبل، صار واحد، يعني طول مدة كان نايم. الثاني هذا راح يشتغل بهاللحظة. شلون؟ اي بالانيبل. ها انا ما استعملناها، كان دائما واحد، شوفوا هني واحد، دائما شغال الكاونتر، دائما يزيد. بس هذا الحين لا، الحين ابي عرفتوا ليش احنا حطينا الشيء ما استعملناه مثال؟ لان في استخدامات اخرى. فهني شوف اشتغل متى؟ لما هذا يتكون عندي رقم 9 راح يصير واحد، فيشتغل فيعد واحد. زين تلف هذه 9 مرات، بعدين هذا يدز مره ثانيه انيبل، كان واحد صار 2 لان كاونتر، صار 3 صار 4، هل هم جر؟ عرفت شلون؟ فهذا كاونتر يعد من الصفر صفر ل 99، بعد ال 99 2 من صفر. ماشي؟ ليش؟ اور ليش لا؟ هني اند؟ لا انا اقول لك ليش، لان انا متى الود؟ اسوي لود متى؟ اذا كان هذا وصل 9 دخلت لود، ولما انا بسوي كلير يعني اصفر، يعني من برا دقيت دقمه شلون ريست حق البطاريه او فابي اسوي ريست، فعشان سويت اور، يعني عندي امكانيه هذا. اذا ما تبي تصفرين عدادك خلاص شيلي مره واحده. بس احنا بالسبيسيفيكيشن كاتبين ان الكاونتر ممكن تطقين الريست بتن اي لحظه. اوكي؟ فهو وصل رقم 50، طقيت ريست صفر من اول. انت لما يكون عندك ستوب واتش طقينها اون بين اوف، هذا انيبل اون اوف، بين عندك دقمه تصفرين. صح؟ لا هذه تصفر كل شيء. ماشي؟ زين خلصنا. مبروكين خلصنا شابتر 7. زين باقي شوية ماي فندش بشابتر 8.